هذه القصيدة كتبتها امرأة طاعنة في السن بعد أن أودعها ابنها وللأسف دار المسنين. يا مسندي قلبي على الدوم يطريك، ما قبت عن عيني وطيفك سمايا، هذه 3 سنين والعين تبكيك، ما شفت زولك زيرا يا ظنايا. يا مسندي قلبي على الدوم يطريك، ما قبت عن عيني وطيفك سمايا، هذه 3 سنين والعين تبكيك، ما شفت زولك زيرا يا ظنايا. تذكر حياتي يوم أشيلك وداريك، ولاعبك دايم وتمشي ورايا، ترقد على صوتي وحضني يدفيك، ما غيرك أحد ساكن في حشايا. واليوم رضت تسهر بقربك وداريك، ما ذوق طعم النوم صبح ومسايا. واليوم رضت تسهر بقربك وداريك، ما ذوق طعم النوم صبح ومسايا. يا ما عطيتك من حناني وبعطيك، تكبر وتكبر بالأمل يا منايا. يا ما عطيتك من حناني وبعطيك، تكبر وتكبر بالأمل يا منايا. لكن خسارة بعتنا اليوم وش فيك، وخلصت للزوجة وانا لي شقايا. انا ادري انها قاسية ما تخليك، قالت عجوزك ما ابيها معايا. لكن خسارة بعتنا اليوم وش فيك، وخلصت للزوجة وانا لي شقايا. انا ادري انها قاسية ما تخليك، قالت عجوزك ما ابيها معايا. وخليتني وسط المصحة ونرجيك، هذا جزا المعروف وهذا جزايا. يا ليتني خدامة بين يديك، مشان اشوفك كل يوم برضايا. مشكور يا وليدي وتشكر مساعيك، وادعي لك الله دايما بالهدايا. حمداني يا حمداني امك توصيك، اخاف من تلحق تشوف الوصايا. حمداني يا حمداني امك توصيك، اخاف من تلحق تشوف الوصايا. اوصيتي دكتور المصحة بيعطيك، رسالتي وحروفها من بكايا. وان مت لا تبخل علي بدعاويك، واطلب لي الغفران وهذا رجايا. وان مت لا تبخل علي بدعاويك، واطلب لي الغفران وهذا رجايا. حمداني يا حمداني امك توصيك، اخاف من تلحق تشوف الوصايا. اوصيتي دكتور المصحة بيعطيك، رسالتي وحروفها من بكايا. وان مت لا تبخل علي بدعاويك، واطلب لي الغفران وهذا رجايا. وامطر تراب القبر بدموع عينيك، ما عاد ينفعك الندم والنعايا. وامطر تراب القبر بدموع عينيك، ما عاد ينفعك الندم والنعايا، ما عاد ينفعك الندم والنعايا. كان معكم من الإنشاد أبو مصعب، ومن الهندسة الصوتية فرحان الشمري، كان معكم من التنسيق محمد منسي العنزي.